يوم سعيد واهلا وسهلا فيكم مره جديده. راح اتكلم اليوم عن الوعي الجمعي اللي في ما يخص العلاقات. اول شيء شو هو الوعي الجمعي؟ الوعي الجمعي انه يكون مجموعه من الافراد بيمتلكوا نفس المعتقدات، بيامنوا بنفس الاشياء، فبيخلقوا حقل طاقي. هذا الحقل الطاقي عباره عن يعني كيف نقول نوع من الفكر المغلق عليهم في معتقدات معينه بيكتسبوا وبتغذوا على هاي المعتقدات. هلا في العلاقات خلينا نفرض انه انت بتشتكي لامك او بتشتكي لخواتك او لصحباتك او بتشتكي لهدول كلهم، بتقولي لهم زوجي ما بيحترمني، زوجي بيعمل لي مشاكل، زوجي حكى وقال هيك هيك هيك. فبصيروا يغذوا هذا الحقل الطاقي، يتغذى هذا الحقل الطاقي ويرسلوا له مشاعر. يعني الام ترسل المشاعر مثلا قهر على بنتها، زعل على بنتها، فبتقوم بيكبر هذا الحقل الطاقي وبصير يسيطر عليكي انت بشكل مباشر. ليش؟ لانه بنغذيكي في اللاواعي، انت بتتغذي وزوجك والعلاقه في اللاواعي انه العلاقه تبعتهم مش قادره تزبط، العلاقه فيها مشاكل. فلما يصير عندك مشاكل في البيت وكل ما زادت حتزيد، كل ما زدتي انت في الشكوى حتزيد مشاكلك مع زوجك. كمان ممكن نسقط هذا الموضوع على شيء اخر، نقول مثلا لو انت عندك مشاكل ماليه ومديونه، صرتي تقولي انا مديونه، صار كل اللي حواليكي عندهم وعي جمعي انه انت من الناس اللي محتاجه فلوس، انك مديونه، انه امورك مش عاده بتمشي. فبتصير الحقل هذا يغذيكي منه ويديكي مزيد ومزيد ومزيد من هذه المشاعر. فعشان هيك انا دائما بقول لما يصير عندك مشكله بينك وبين زوجك، اما بتلجئ الى حدا مختص حيعرف كيف يسيطر على الموضوع ويخليك تشوفي الموضوع من منظور آخر، أو إنك أنت إذا قادرة إنك تتفاهمي مع زوجك بينك وبينه بتقدري تعملي أحسن ما تروحي تشتكي وتعرضي مشاكلك على الآخرين وتغذي مشاكلك أمام الناس وتزوديها. فعشان هيك أنا دائماً بنصح البنت تكون عاقلة وراكزة في موضوع الشكوى، ما تشتكي لمين مكان. البنات راح يضلهم يحكوا بينهم وبين بعض، امك راح تضلها بينها وبين حالها تشتكي، وراح تضلها بينها وبين حالها زعلانه، فبتضلها تغذي هذا الحقل الطاقي تبعك. فانتبهوا من هذا الموضوع، لانه الوعي الجمعي في موضوع العلاقات كثير بيأثر تأثير سلبي علينا وعلى علاقاتنا. فلو حابه مشاكلك تختفي، وحابه لو انت عندك مشاكل حتى لو مش زوجيه او مش علاقات، ما تحاولي تشتكي لكتير ناس، ما تحاولي تحكي لكتير ناس عشان تنحل أمورك. شكرا للجميع ونهاركم سعيد.